قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد عن قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد، في نشرة إخبارية جديدة نستهلها بأبرز العناوين. عشيبو يفضح يحيى وسلال، حداد يرد على القاضي ويعترف بسهولة، فنان لبناني يدعم مترشح لرئاسية عز الدين ميهوبي، سوناتراك تصدم توتال فرنسية وتمارس حق الشفاعة. قبل البداية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو لتشجيعنا الاستمرار إن شاء الله. عشيبو يفضح يحيى وسلال. صرح رجل الأعمال عبد الرحمن عشيبو تفاصيل شركته على قاضي محكمة سيدي محمد بالعاصمة، حيث قال عشيبو أنه تم تقديم الملف كاملا للوزارة الأولى من أجل استثمار في 18 سبتمبر 2016، وتم منحه للوزير الأسبق عبد المالك سلال. وأضاف عضو اللجنة التقنية أمين تيرا الذي كان مكلف بالملفات التقنية وكان يعمل وفق تعليمات بوشوارب هو سبب إقصائنا، وقال بوشوارب هو من حطمنا، نحن لدينا 17 سنة في بيع السيارات ونشاط قطع الغيار ومنح الاعتماد لأناس من خارج القطاع لا يحوزون على التجربة، بوشوارب هو من كان يعرق الملفاتنا وكتبنا لسلال لكنه لم يفعل شيئا. وأوضح عشيبو أنه كتب للوزير الأول السابق أحمد يحيى 4 رسائل وعرض كل التفاصيل لكنه لم يرد عليه ولم يتدخل. وعبر عشيبو عن سعادته من تحقيق العدالة بعد 4 سنوات من الظلم والحقرة، وأكد رجل الأعمال أنه عميد وكلاء السيارات منذ 1996 وكان ممثلا لسبع علامات من بينها يوسيسي تركيا حيث تم توزيع 10,000 حافلة، وبالنسبة لسوزوكي ماروتي فقد تم بيع 200,000 سيارة ماروتي، بعدها فورد حيث تم اختياره سنة 2002 ومجمع سيفيتال كممثلين لعلامة فورد في الجزائر وبيعت منها 7,000 سيارة. حداد يرد على القاضي ويعترف بسهولة. رد رجل الأعمال علي حداد على أسئلة قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بخصوص تورطه في تمويل حملة بوتفليقة الانتخابية. نترككم مع الحوار الذي دار في المحاكمة واسترون كيف تلاعبوا بمال الشعب. القاضي: من اتصل بك؟ حداد: السعيد اتصل بي وطلب مني تمويل الحملة الانتخابية. سلال وعمار بن يونس ومنذر شايب شاركوا معي في تمويل الحملة. مانو يعلمون بالتمويل وساعدوني في ذلك. الأموال دخلت لحساب سلال. عاود عيط لي في 6 فيفري للبدء في الحملة. القاضي: أنت كنت منسق سياسي في الحملة؟ حداد: لا سيدي. القاضي: هل تم تعيينك بوثيقة؟ حداد: لا سيدي. القاضي: يعني عيط لك السعيد وقال لك نسحق دراهم؟ حداد: نعم سيدي رئيس. القاضي: شحال عيط له أنت؟ حداد: طلب مني استخراجها من المديرية سيدي. القاضي: شحال قال لك نسحق؟ حداد: جبدنا 800 مليار سنتيم من أموال المديرية. سيدي القاضي: أنت تعرف أن السعيد هو رأس المدبر وأنا نفذت فقط. القاضي: عاود لي شحال جبد؟ حداد: قال لي اجبد بين 700 و 800 مليار. القاضي: معزوز جاب لك 39 مليار، هو يقول، ما أقوالك؟ حداد: نعم. القاضي: واش قال لك السعيد؟ حداد: قال لي عاوني. القاضي: كيف جمعت الدراهم؟ حداد: قال لي خبيهم عندك دراهم خاف من السرقة. القاضي: سعيد قال لك؟ حداد: نعم سيدي. القاضي يطلب سكوت من الحاضرين ويقول: وين كانوا دراهم؟ حداد: في حيدرة. القاضي: شكون جاب لك دراهم؟ حداد: معليش سيدي نكمل ونقول لك. القاضي: روح كمل معليش. حداد: المهم سعيد عيط لي وقال لي جيب، وكيما انت تعرف سيدي رئيس السعيد يعرف بزاف حوايج. القاضي: انا ما نعرفش، انت اللي تعرفه ماشي صاحبي السعيد. وين خبيت المال؟ حداد: خبيتهم في المجمع. القاضي: OTRHB؟ حداد: نعم. القاضي: بصح معزوز جاب لك 39 مليار، اعطيني الاسماء اللي جابوا لك دراهم. حداد: جابوا كاع دراهم سيدي. حداد: نعم سيدي، معزوز اعطاني 39 مليار سنتيم. شايب: حداد اتصل بي وجندني، قال لي ارواح تخدم البوتفليقة. حداد: السعيد هو اللي كلف شايب وانا قلت له برك، بصح ماشي انا اللي عينته، وكيل جمهورية، علاش كلفك انت بالذات لجمع المال؟ حداد: ما كلفنيش بالطريقة اللي ذكرتوها سيدي. النيابة: معزوز اعطاك دراهم باش يدير طريق الاعمال تاعو. حداد: لا ادري سيدي، بصح معزوز ضخ 39 مليار. النيابة: معزوز يقول باللي طلب منك ارجاع من طريق بايري. حداد: لا لم يتصل بي ابدا، لان الدراهم لبوتفليقة ماشي ليا،
النيابة سألتها عن اسم فلان، فقال حداد: لا، لم أسمع به أبدا. القاضي: العرباوي، كنت عارف في مول الحملة. حداد: لا، لأن لدي أعمال أخرى ما كنتش لاتي بالحملة. القاضي العرباوي: هل قال لك أعطيني السيارة للحملة؟ عرباوي: لا، اشترتها شركة ميديا توب. ولا تزال المحاكمة مستمرة أعزائي المشاهدين في هذه الأثناء ونحن في الانتظار، فما رأيكم؟ اتركوا لنا آراءكم في التعليقات وشكرا. فنان لبناني يدعم مترشح رئاسيات عز الدين مهوبي. تلقى المرشح لرئاسيات عز الدين مهوبي دعما كاملا من فنان لبناني، معتبرا إياه مخلصا ومحبا لوطنه متمنيا له النجاح. أعلن الفنان اللبناني سعد رمضان دعمه للمترشح لرئاسيات 12 ديسمبر الجاري عز الدين مهوبي، ووصف سعد رمضان مهوبي بالشخص المخلص لوطنه وشعبه، وأضاف نفس المتحدث: مهوبي متواضع وأتمنى فوزه بالرئاسيات، في حين يبقى هذا الدعم من الفنان غريبا بعض الشيء بحكم أنه طيلة الحملة الانتخابية لم يعلن هذا الأخير عن تمنياته للنجاح للمترشح إلا بعد تنظيم المناظرة الانتخابية التي كان فيها عز الدين مهوبي واثقا من نفسه، وتمكن من إقناع الجزائريين على منصات التواصل الاجتماعي برده على أسئلة الطاقم الصحفي المنظم للمناظرة، في حين علق البعض أن دعم فنان لبناني لوزير الثقافة السابق لأنه صديقه المقرر. فما رأيكم أنتم أعزائي المشاهدين؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. سوناتراك تصدم توتال الفرنسية وتمارس حق الشفعة. بشكل رسمي ستقوم الشركة الوطنية للمحروقات سوناتراك بممارسة حق الشفعة للمصالح التي تحوز عليها شركة أنادارو في الجزائر، بناء على قرار صادر عن وزير الطاقة محمد عرقاب بخصوص صفقة الحيازة التي تمت بين الشركتين الأمريكيتين أنادارو وأوكسيدنتال، حسب ما أفاد به قبل يومين بيان لوزارة الطاقة. وحسب ذات المصدر فإن الصفقة التي تمت بين الشركتين الأمريكيتين أنادارو وأوكسيدنتال تتنافى مع مواصلة أعمال شركة أنادارو الجزائر في إطار عقد الشراكة في حقل بركين بالجزائر. وتابع البيان يقول أنه وبتاريخ 3 أوت 2019 تمت عملية ضم وحيازة بين الشركتين البتروليتين الأمريكيتين أنادارو وأوكسيدنتال، موضحا أنه في إطار هذه العملية ستقوم شركة أوكسيدنتال ببيع جميع حصصها التي حازت عليها واكتسبتها مؤخرا في إفريقيا لصالح شركة توتال، وتطبيقا لأحكام قانون المحروقات. يضيف المصدر: تقدمت شركة أنادارو شريك سوناتراك في حقل بركين بطلب إلى وزير الطاقة تلتمس من خلاله موافقته على عملية تغيير المراقبة على شركة أنادارو الجزائر لصالح شركة أوكسيدنتال. وأضاف المصدر أنه عملا بالتنظيم السري المفعول اتخذ وزير الطاقة محمد عرقاب قرار بخصوص هذه الصفقة، حيث أعلن بموجبه بأن هذه العملية تتنافى مواصلة أعمال شركة أنادارو الجزائر في إطار عقد الشراكة على حقل بركين بالجزائر. ونتيجة لهذا القرار ستقوم شركة سوناتراك بممارسة حق الشفعة على المصالح التي تحوز عليها شركة أنادارو في الجزائر. مشاهدين الأعزاء، وصلنا إلى نهاية الفيديو، شاركونا آراءكم في التعليقات. سلام.